الثمن طلع. دابا اليوم شويه نزل الثمن. ولكن علاش زعما تدبدوا في الثمن مره طالع مره حبس لومبراج دابا راس العام حبس لومبراج لعب الشي مره دابا. دابا يعني غترجع تماطيشه غترجع في الثمن. وش غترجع في الثمن؟ مورا راس العام عاوتاني تشوفي ثمن اخر. الله يدير الشتاوي الخير وصافي. امين. صافي خويا فهد نبداو. مشاهدي قناة شوف تيفي اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر، مبشر معكم من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من سوق الجملة. كالعادة كنحاولوا نقربكم من الأثمنة ديال الخضر في كل صباح. بعض الأحيان كنمشيو الأسواق الأسبوعية، بعض الأحيان في الأسواق العادية. اليوم جينا للمارشي كريو، يعني سوق الجملة هنايا مدينة الدار البيضاء، باش أننا نقربكم أيضا من الأثمنة ديال الخضر. هنايا عندنا كورجيت، وعندنا جلبانة، وعندنا البسباس، وعندنا القوق، وعندنا الشيفلو، وعندنا الفول، يعني الخضر ديال البرد اللي كيكون عليها اقبال في البرد اللي كنحتاجوا حنا المواطنين في البرد. السلام عليكم اخويا. وعليكم السلام ورحمه الله. لاباس كلشي بخير؟ الله يحفظك. كي داير الاثمنه اليوم ديال الخضره؟ حتى الاثمنه متراجعه شويه، كلشي السوق راجع الحمد لله، الثمن كيرجع شويه. شنو السبب اخويا؟ السبب هو لومبالاج، وكاين وفره، كاين وفره، كاين لومبالاج حابس دابا. يعني تسير على برا ما تسير على برا ما كاينش دابا، راه العام ما كيخدموش هما. شاك عارفه هذا السبب اللي خلى ان الخضره تنزل شويه في الثمن ياك. واخا كنشوفوا دابا عندنا كورجي، شحال ثمن كورجي؟ كورجي كاين 7 دراهم، كاليتي 7 دراهم. وجلبانه 11 درهم، ما بين 12 درهم 11 درهم. واللوبيا شحال؟ اللوبيا كانت 12 درهم اليوم، تزادت اللوبيا كاع، كانت 9 درهم دابا تزادت اللوبيا. اللوبيا كانت نزل كانت اقل كانت من جلبانه، دابا تزادت كانت 12 درهم دابا جمله. وعلاش غلات؟ ولات غلا من جلبانه؟ علاش؟ دابا هي كتكون قليله بحال الوقت اللي درت خدام فيها العصيريات. لا راه عليا انا ما كتكونش، يعني دابا اللي كنفهم انه الخضره فاش كتكون قليله كيكون الثمن ديالها طالع بزاف، فاش كتكون موجوده كيكون الثمن ديالها نازل. الشيفلو الشيفلو شحال داير؟ الشيفلو كاين ما بين 70 درهم 1000 ريال، 50 درهم كيتباع للصندوق هذا بحال قلتي، الا كان 70 درهم بحال قلتي 4 درهم الكيلو. اها يعني من 50 درهم 70 درهم. 70 درهم ما بين 4 درهم 3 درهم. شحال كتكون من حبه في الصندوق تقريبا؟ كاين اللي كيجيب لك 10 حبات، كاين اللي كيجيب لك 12 حبه. على حسب. حسب تقريبا الوحده الحبه ديال الشيفلو شحال دايره؟ حبه كاين اللي كتكون فيها كيلو، كاين اللي كتكون فيها كيلو ونص، كاين اللي كتكون فيها نص كيلو. الثمن ديالها شحال كيكون داير؟ 4 دراهم ولتحت، 4 دراهم ولتحت. 4 دراهم لتحت. خاص خضاري يخرج برا يبيعها ب 7 دراهم حسب الربيع اللي فيها وداك الشيء. كنشوف هنا خويا كاين خضرات تبارك الله كامله ياك. هنا كاينه مطيشه اليوم مطيشه 10 دراهم 9 ونص 9 دراهم. من 9 دراهم. على حسب الكاليتي. هادي ديال اش ديال اش؟ هادي اكادير، حساب هاد اللون، حساب اللون. هادي ديال اكادير. دابا الكماطه كانت حمراء كتكون زايده في الثمن، هادي دابا بحال الوقت البارد، الكماطه كتجي خضراء بحال هكا، ما كاينش طير. وعاد كتحمر. ولا كياخذوها هكا المواطنين. المواطنين ياخذوا بحال هكا وكتحمر، هي راه كتحمر، راه هادي هادي خت هاد. هادي راه خت هاد. هادي حمرت هادي باق. دابا ديال زاد شي نهار اخر ولا يومين. يومين تحمر. تحمر، راسها تحمر. شحال دايره خويا؟ كاينه ما بين 5 دراهم 6 دراهم. 5 دراهم 6 دراهم؟ الثمن ديالها طالع. الثمن ديالها مناسب، راه كوصل بقيت هذاك العام 9 دراهم. في البرد. في البرد وصلت 9 دراهم، دابا راه مزيان الثمن ديالها مناسب. هاد الدنجال هذا لاصير. هاد الدنجال لاصير. كاين الدنجال لاصير، كاين الدنجال عريان، هذا كيكون مغطي، كيجي بحال هكا صافي. كيكون وكيصبر. كيصبر هذا الخضار كيصبر 5 ايام 4 ايام. الاخر كاين العادي 50 ريال. هذا 70 80. علاش هذا كيكون طالع حيت كيصبر شويه؟ كيصبر ما كي كيلواش دغيا وداك الشيء. والاخر؟ الاخر كيلوا دغيا حدو النهار ديالو هذاك ما بعتيش. صافي كيتخسر. ديلو. الخيار شحال دايره؟ الخيار كاين 6 درهم 6 ونص 9 درهم. طالع الثمن ديالو. يعني هادو في الصيف يكون الثمن ديالهم نازل. في الصيف راك الصيف وما دازش الثمن ديالهم نازل. يعني الصيف كان الله يستر كلشي طالع. كان كلشي طالع. الفلفله الحمراء شحال دايره؟ الفلفله الحمراء كاينه قليله 8 دراهم. 8 دراهم؟ 8 دراهم. ولا الشيفلو؟ الشيفلو هضرنا عليه. نفس الثمن. نفس الثمن. يعني ما كاينش فرق ما بين هذاك وهذاك. السوق واحد، شتي الثمن كيف السوق؟ كيف السوق كامل. دابا الثمن اللي غنلقى عندك هنا غنلقى عند غنلقى عند واحد. ولكن الكاليتي راه كتختلف طبعا. كتختلف الكاليتي، راه كاينه في البلاد 4 دراهم 70 ريال. ولكن هذه راه فلفله كاليتي. ما كاينش شي فلور كتبقى ثمن واحد، يعني ما كاينش لا شاف راه الجوده كانت البيضيه بحال هكا اليوم 70 درهم 65 درهم ايه حتى 70 درهم. الا كان شاف راه فيه الصفوريه ما يديش عند البلاد انت ب 1000 ريال ما يديش. واخا دابا خويا كاين شي اقبال من عند المواطنين بعد ما تراجع شويه الثمن؟ السوق ما كاين والو، بنادم على برا ما كاينش بيع ويشرى. علاش؟
وا داكشي كاين حملات كاين البائع المتجول اللي مابقاش كيقدر يدخل السوق يعني البائع المتجول مابقاش كيدخل السوق ولا قليل كاين مابقا تهضو بلاصه على برا خيني الناس راه لحص العوام راه الخضره راه غاليه ولكن امه بعدا تراجع بعدا شويه تراجع شويه هنا وهنا ما كاينش 15 درهم راه شويه وشي بنادم مغاربه كما باش ما كان الثمن غادي السلعه ياكلوا غياكلوا باش ما كان الثمن غادي السلعه ياكلوا ولكن غير ما كيكونش داك الاقبال الكثر ايوا بنادم غيدي وبدل مثلا هذه مطيشه كنديرها ب 4 دراهم واحد غيجي ياخذ 3 كيلو 4 دراهم اي ياخذها كيلو كيلو اي ياخذها كيلو دابا 15 درهم غياخذها كيلو ولا اي ياخذها كيلو ويدخل حبه يعني ما اي ياخذها حبه عاد خويا الله يحفظك تبارك الله عليك مشاهدي قناه شوف تي في كانت ديال الاثمنه من قلب مارشي كريو مدينه الدار البيضاء شفتوا معنا الاثمنه ديال الخضر شفنا مطيشه نعم السوق راه هو اللي تحكم عليك كاين الهزام السلعه كتهز راه كيكون الثمن كتهز السلعه ولكن ما كانش الهزام راه كضطر طيح الثمن باش تبيع السلعه باش انك هذه الخضره ماشي شي حاجه اللي غتصبر تضيع فيها يعني ما ربحش ما كاينش مشكل ما ربحتش اليوم ربح غدا هذا السلعه اللي تجيبها راه التجاره هي اليوم رابح غدا خاسر وغادر القضيه شي صوب الله هذاك الشيء اللي كاين لا لا ما صافيش صبر بيع وشري صابر في الخطيه وفي الربح ثم كتلقى صعوبات انت كتجي في سوق الجمله يعني كتلقى صعوبات بعض الاحيان كتجيب الخضره بواحد الثمن كيولي مقول عليك انك كتقص منها واش غدير لها لما انت ما اديتيش عدي ولا ما اداش عدي الاخر ما اداش عدي شكون غادي تنقص غادي تنقص ولا ما اضطرتيش تنقص غادي عاود تنقص غادي تدوب لا ما لا ما لا ما ادا هذيك ولا ما تخسر راه خضره راه ماشي ذهب ولا شي حاجه بلاستيك راه غتخسر فوت وقتها فوت وقتها صافي السلام عليكم اخويا شحال داير الثمن كاين النقله كاين 10 دراهم النقله العاديه 8 دراهم شنو الفرق ما بين النقله و النقله كتصبر العاديه ما كتصبر كتحال دغيا زربه والنقله شحال كتبقى عندك في الدار؟ النقله تبقى عندك 4 ايام اها هادي غط لي كتبان لك اللون ديالها تيتبدل يعني كل واحد الثمن ديالو يعني النقله راه كتشد هي النقله كيخسروا عليها موالها فلوس باش يخرجوها دابا مثلا تخيل يجي عندك مواطن واحد ياك يقول لك الدنجال بشحال مثلا هذا قلتي لي لاسير ياك قلتي لي 4 دراهم 4 دراهم 3 دراهم ونص ياك 3 دراهم ونص 4 دراهم مثلا يقدر يمشي عند واحد اخر يقول له شحال الدجال يقول لي غير بجوج دراهم مي هو راه ماشي بحال بحال صادون صادون سمعتي قلت لك هو ماشي بحال بحال دونك غيولي مواطن يقول لك علاش هذاك الدنجال واحد داير له ب 4 دراهم ولا 4 دراهم ونص الاخر جوج دراهم المواطن حتى هو راه كيشوف بعينيه اها وكان عندي العادي نوريه لك هنا يشوف بعينه راه فرق كبير كيلقى الفرق طبعا دابا نحطوك انت وحط وحداك واحد اخر راه فين ما تشافوش كذلك الاخر هذاك تكون عنده هذه خضره واش كيدير في الخدمه ديالو الاخر كيكون الاخر كيكون كحل شويه اه كحل شويه راه بنادم كيشوف الله يحفظك تبارك الله عليك مشاهدي قناه شوف تي في وصلنا لنهايه هذا البث بعد ما حاولنا نقربكم من الاثمنه ديال الخضر هنايا في سوق الجمله شفنا الشيفلور البسباس الجلبانه الكورجيت الفلفله مطيشه الدجاج الخيار الى اخره شو الاثمنه الحمد لله بدات كتراجع شويه وان كانت راه الثمن ديالها مازال طالع مثلا كورجيت باش غتوصل مواطن غتوصل ب 10 دراهم مطيشه باش غتوصل 13 درهم يعني الثمن مازال طالع ولكن بالمقارنه مع الاثمنه اللي مضت قبل راه الثمن ديالهم نزل شويه ونتمنى ان شاء الله في الايام المقبله انه يزيد ينزل الثمن حتى يكون كيناسب القدره الشرائيه ديال المواطنين وصلنا لنهايه هذا البث نلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر الى اللقاء